خلال لقائه السناتور لينسي جرهام الرئيس السيسي يؤكد أهمية تكاتف جهود وقف حرب غزة ويحذر من خطورة التصعيد في رفح الفلسطينية. غدا اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح وجهود مصرية مكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير. ومجلس الأمن يوافق بالإجماع على سحب البعثة الأممية من العراق بحلول عام 2025، الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا. وخلال استقباله السناتور لينسي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة. من جانبه أشاد جراهام خلال اللقاء بالدور المحوري والإنساني الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، منوها بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة ومتمنا الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. كشف مصدر رفيع المستوى عن عقد اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي غدا بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح. وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف مصر الثابت من عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني. وحمل المصدر الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن إغلاق معبر رفح وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. المصدر أشار أيضا إلى وجود جهود مصرية مكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير. وينضم إلينا هاتفيا الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، بعد التحية، اجتماع مرتقب غدا في القاهرة لبحث فتح معبر رفح، كيف ترى ذلك في ضوء الثوابت التي أكدت مصر عليها في هذا الشأن وأيضا في إطار التواجد الجانب الإسرائيلي والأمريكي أيضا؟ يعني خلينا نقول أن مصر بتبذل جهودها المكثفة ومنذ بداية الأزمة، الحقيقة منذ قرابة 8 أشهر حتى الآن، وما زالت الجهود المصرية بتبذل وعلى مختلف المستويات، سواء على مستوى الإنساني، على مستوى الدبلوماسي، على مستوى السياسي. كل دي جهود مقدرة من جانب مصر. بالنسبة لمعبر رفح، نجد أن إسرائيل بتسيطر منذ فترة بعد اجتياح منطقة رفح بتسيطر على الجانب الفلسطيني، وده بيعوق الحقيقة إدخال المساعدات الإنسانية من جانب مصر، لأن في هذه الحالة السيطرة من الجانب الإسرائيلي على الجانب الآخر من المعبر. ولذلك يعني كان في مقترح باستخدام
وفعلا ما تم هذا ما حدث يعني استخدام معبر كرم أبو سالم وهو معبر بري أيضا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة. إذن مصر بتتحرك على كافة المحاور سواء المحور الإنساني أو السياسي أو الدبلوماسي، الإعاقة دايما بتأتي من الجانب الآخر. إحنا بنشهد الآن أن في محاولات الحقيقة لإحياء المسار التفاوضي، وبالمناسبة مصر بذلت جهود كبيرة في هذا المسار التفاوضي وفي الوساطة وفي التقريب بين وجهات نظر الطرفين بحيث يتحقق لكل طرف أهداف يسعى إلى تحقيقها. نعم. إحنا بنأمل أن اللقاء الذي يحدث غدا يمثل اختراق في هذا الإطار، وبجهود مصرية الحقيقة نأمل أن يتم التوصل إلى حل، وخصوصا في ضوء المقترحات التي قدمت من جانب الرئيس الأمريكي. نعم، كيف قرأت ما بين سطور المقترح الأمريكي الأخير للهدنة والذي ينص بالطبع على إطلاق سراح عدد من المحتجزين، وأيضا توقعات حضرتك في ظل تصريحات الطرفين المتتالية والتي تشير إلى تمسك كل أو كل طرف منهم بموقفه حتى اللحظة، وهو بالطبع ما تسبب في تعثر المفاوضات حتى هذه اللحظة؟ يعني خلينا نقول ان في اي عمليه تفاوضيه لكي تنجح لابد ان تتحقق مكاسب للطرفين المتفاوضين، وان تكون هناك ايضا ضمانات، بمعنى اخر الا يستاثر احد الطرفين بكافه المكاسب، والا تكون هناك ضمانات للالتزام بما يتم الاتفاق عليه. المقترح ده الحقيقه يعني هو ممكن أن يحدث فيه بعض التعديلات، وربما هذا ما نتوقعه في لقاء الغد، يعني بمعنى أن إطلاق سراح المحتجزين والرهائن يفترض أنه بيتم على مراحل ومراحل زمنية متتابعة، ويقابلها أيضا التزامات من جانب الطرف الآخر، بقصد الطرف الآخر هنا يعني الجانب الإسرائيلي. فإسرائيل بهمها في المقام الأول إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ولكن هناك أيضا تخوف من الجانب الفلسطيني، ما الذي يضمن أنه إذا تم إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ما الذي يضمن أن إسرائيل ستستمر في الالتزام بإيقاف إطلاق النار وأن تعود مرة أخرى إلى القتال في غزة؟ نعم. ودي الحقيقة المراوغات اللي هي متكررة من الجانب الإسرائيلي. نعم أشكرك، نعم أشكرك، شكرا جزيلا الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، يشمل إطلاق سراح عدد من المحتجزين في القطاع. وفي كلمة له دعا بايدن حماس للموافقة على المقترح الجديد، معتبرا إياه الطريقة المثلى للبدء في عملية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. من وحي خارطة الطريق التي نادت بها مصر منذ بدء العدوان على غزة وعلى خطى محطاتها الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني وينتصر للإنسانية، خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعرضاً مقترحاً إسرائيلياً جديداً بمراحل ثلاثة، خطوة تأتي من واقع إدراك الجميع بأنه لا مفر من وقف العدوان على قطاع غزة، كما أكدت مصر دوماً، ولا سبيل لتقريب وجهة نظر الطرف إلا من خلال التوافق وتقديم التنازلات. ففي خطاب جاد دعا بايدن حركة حماس إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتبر هذا المقترح الطريقة المثلى للبدء في إنهاء الصراع على حد تعبيره. في هذا الإطار أكد بايدن أنه بوقف إطلاق النار سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بأمان وفاعلية في القطاع. After intensive diplomacy carried out by my team. بعد محادثات العديدة مع قادة إسرائيل وقطر ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط، عرضت إسرائيل الآن اقتراحاً جديداً شاملاً، إنها خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين.
حماس من جانبها أبدت استعداداً متحفظاً على المقترح الأمريكي، معلنة أنها تنظر له بإيجابية لما تضمنه هذا الخطاب من دعوة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وإعادة الإعمار وتبادل المحتجزين. واعتبرت حماس أن ذلك الموقف الأمريكي يعكس ما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة، وجاء نتاج الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. وفي تأكيد على أهمية الوساطة المصرية مع قطر والولايات المتحدة الرامية إلى التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في القطاع، أعلنت الخارجية الألمانية أن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية تحظى بدعمها الكامل. ألمانيا في بيانها رأت أن هناك ضرورة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية للوصول إلى وقف دائم للحرب. إذن وبرأي حليفتها الأولى واشنطن وبشهادة المجتمع الدولي، لم يعد أمام إسرائيل فرصة للنجاة من نار الغضب الداخلي ومرارة عزلتها الدولية المتفاقمة، غير التفكير في سيناريو ما بعد الحرب لكبح جماح خسائرها على كل الأصعدة، خاصة بعد أن تأكدت أن محاولات المراوغة في المفاوضات السابقة لم تؤتي ثمارها الخبيثة. فجهود الوساطة التي تصدرت المشهد فيها مصر وتعاونت خلالها مع قطر والولايات المتحدة كانت قد أوشكت على أن تفضي إلى اتفاق لولا التعنت الإسرائيلي، وهو ما أكده بايدن خلال خطابه صراحة عندما دعا الإسرائيليين إلى التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه الفرصة. أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يتضمن فتح كافة معابر قطاع غزة يعد منقوصا ويفاقم مأساة السكان. وأشار بيان صادر عن المكتب إلى أنه لا بديل عن فتح كافة معابر القطاع وإدخال 1000 شاحنة مساعدات يوميا على الأقل، لافتا إلى اقتراب القطاع من مجاعة حقيقية في مناطق الشمال حيث لا يجد السكان ما يكفي لسد رمقهم. وأضاف البيان أن الواقع الإنساني شمال غزة يزداد سوءا والسكان في العراء بعد استهداف مراكز الإيواء. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم الأردن الجهود المصرية القطرية الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل في أسرع وقت ممكن. وفي تصريحات له شدد الصفدي على ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، و
وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أهمية الجهود المصرية القطرية الأمريكية في هذا الشأن، ولافتا إلى أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا برفض العقاب الجماعي الإسرائيلي لأهل قطاع غزة، وربط وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بما في ذلك التجويع والحصار بصفقة التبادل. رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بخريطة الطريق التي اعتبرتها الواقعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن خريطة الطريق الإسرائيلية توفر فرصة حقيقية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، مشيرة إلى أن هذا النهج المكون من 3 مراحل متوازن وواقعي، ويحتاج الآن إلى دعم جميع الأطراف. وصفت صحيفة لوموند الفرنسية خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حول قطاع غزة بالخطير وغير المتوقع. وكتبت الصحيفة الفرنسية في مقال لها تحت عنوان جو بايدن يحاول إيجاد مخرج لحرب غزة، أن الخطاب الأخير لبايدن يمثل تحولا في التوجه الأمريكي في حرب غزة، كما أنه يظهر نفاد الصبر حيث أصبحت الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ 8 أشهر فخا للبيت الأبيض على حد وصف الصحيفة. من جانبه اعتبر الرئيس الاندونيسي المنتخب برابوويري ان اقتراح الرئيس الامريكي جو بايدن بخصوص وقف اطلاق النار في غزه يعد خطوه مهمه للامام. وفي هذا الاطار اكد الرئيس الاندونيسي ان بلاده مستعده لارسال قوات حفظ السلام الى غزه لتنفيذ وقف اطلاق نار في قطاع غزه اذا اقتضى الامر. وشدد الرئيس الاندونيسي على ضروره اجراء تحقيق شامل في الكارثه الانسانيه في رفح الفلسطينيه والى حل عادل للوضع في فلسطين، معلنا استعداد اندونيسيا ايضا لاجلاء ما يصل الى 1000 مريض من غزه واستقبالهم وتقديم الرعايه الصحيه لهم. ان مصر ادانت منذ البدايه استهداف وقتل الابرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. قررت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بغالبية ساحقة منح حقوق إضافية لدولة فلسطين. ودعا القرار إلى منح فلسطين بعض الحقوق، ومنها الحق في أن يكون لها مقعد بين الدول الأعضاء، والحق في تقديم المقترحات والتعديلات، والحق في انتخابهم لعضوية مكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لجمعية الصحة. أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد نحو 36,379 فلسطينيا وإصابة 82,407،
أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشارت السلطات الصحية في غزة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 95 فلسطينيا وإصابة 350 آخرين خلال الساعات 24 ساعة الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء المناقشات التي تجرى في الكنيسة الإسرائيلية حول تصنيف منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كمنظمة إرهابية وإزالة الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها. في سياق متصل، قامت المفوضية الأوروبية بصرف 16 مليون يورو للأونروا لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، كما قامت بتجهيز شريحة ثانية من المساعدة بقيمة 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، وذلك للمساهمة في دفع رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. وتعد هذه الدفعة جزءا من حزمة المساعدة البالغة 118.4 مليون يورو، والتي تم اعتمادها في ديسمبر الماضي، حيث تم صرف الدفعة الأولى البالغة 25 مليون يورو في مارس. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنها تلقت في الأسابيع الماضية تقارير مروعة من مرافق الأونروا في جباليا شمال غزة. أوضحت الأونروا أن النازحين بمن فيهم الأطفال قد استشهدوا وأصيبوا أثناء لجوئهم في إحدى المدارس التابعة للأونروا والتي حاصرتها دبابات القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قد أضرمت النيران في خيام النازحين في مدرسة الأونروا، بالإضافة إلى تدمير وإلحاق الأضرار بأكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة. كما حذرت الأونروا من أن منشآتها ليست هدفا وأنه يجب أن تتوقف هذه الهجمات، وعلى العالم أن يتخذ إجراءات لمحاسبة مرتكبيها. أكثر من 7 أشهر وما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس وحشيته وقصفه الهمجي مستهدفا المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني في غزة. ولم تكتفي قوات الاحتلال بالقتل الممنهج للأطفال والنساء، بل طبقت عليهم أسوأ أنواع الحصار حتى صارت حياتهم جحيما وضعفت صحتهم، وصار شبح المجاعة يتهددهم بسبب ندرة أو اختفاء المواد الغذائية وانعدام الرعاية الطبية والحياة غير الآدمية في خيام مهترئة. أبدا لم تعد الحياة كما كانت في غزة قبل العدوان عليها، عدوان وحشي لم يكتفي بإزهاق أرواح الآمنين، بل والتفت لمن تبقى منهم على قيد الحياة ليغير كل ما اعتادوا عليه في السابق، لتنقلب حياتهم رأسا على عقب. أناس كانوا في السابق ينعمون بالبيت والأسرة وأطايب الطعام، ولما انهدم البيت واستشهدت الأسرة وندر الطعام ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، وشاب شبابهم وتهدلت ملابسهم. تغيير حزين شهد عليه خياط فلسطيني كانت مهنته دوما هو توسيع ملابس زبائنه التي ضاقت عليهم، وبسبب الجوع والأهوال التي يراها الفلسطينيون صارت مهنته الآن تضيق الملابس لتلائم الأجساد البائسة النحيلة. وبعدما كان صاحب محل خياطة أصبح يمارس مهنته وقد استظل بخرقة من القماش حتى لا تلفحه حرارة الشمس. من مقاسات كبيرة لمصنع كبير لماكينة صغيرة، وصرنا نضيق الأواعي لمقاسات صغيرة من قلة الأكل، من قلة الشرب، وما فيش حاجة الناس تاكلها. إنه كل العالم عايش على المعلبات. المعلبات أصلا ما فيش فيها مصاحة ولا فيها سكريات ولا فيها إشي. لو في سكريات الناس تاكلها بتنصع تضعفش، ما حد جايف أواعيه، ما حد صغر أواعيه، لو كل الناس أواعيها زي ما هي.
مستويات كارثية من الجوع والحصار يواجهها أكثر من مليون فلسطيني، ومجاعات في أجزاء بعينها من القطاع المنكوب بحسب تقارير أممية منذ أن بدأ الاحتلال حملته المسعورة على غزة ساعياً لإبادة شعبها بدم بارد وضمير عالمي راح في سبات عميق. مش بس احنا يعني ضعفنا وخسرنا ونزل وزننا، حتى هاي بنتي هاي يعني تاثرت بالحرب وضعفت، والله هي جبت وعيها، هيني بضيق لها البرمودات تبعتها وبنضيق لها عشان يلبسوهن، والكل يعني تاثر بهالحرب هذه. كيلومترات وربما اميال يمشونها من اجل الحصول على ما يسد رمقهم بالكاد، وقد تحصنوا بخيام مهلهله لا تقيهم بردا ولا حرا، ينظرون لمن بقى من أطفالهم على قيد الحياة بحسرة. الوضع سيء 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 كتير، بما أنه في نفس الوقت أنا بعاني من شغلة كتيرة بالنسبة لأولادي. تلوث، في تلوث عندنا في المية، في تلوث في الأكل اللي بناكله. أقول لك الأكل مش منيح اللي بيجيبونا إياه، لو كمان بدهم يجيبونا أكل ما فيش أكل اللي مثلا الطفل ينصح عليه أو يجيت نفسه. حرب مأساوية على المدنيين العزل خلفت الآلاف من الشهداء والمصابين، واستطاعت حكومة نتنياهو بدعم غربي غير مشروط أن تنجزها في بضعة شهور، إلى أنه وبرغم هذا الدعم فإن هزيمة ساحقة وغير متوقعة نالها المحتل أجبرته ومن والاه على الانسحاب والبحث عن اتفاق هدنة بفضل صمود الشعب الفلسطيني صاحب الأرض. يستمر معبر رفح في فتح أبوابه من الجانب المصري لدخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة متجها من أمامه إلى معبر كرم أبو سالم، إلا أن أي من المساعدات لم تدخل اليوم نظرا لأن السبت عطلة رسمية في الجانب الآخر الخاص بقوات الاحتلال. كانت قوات الاحتلال قد عرقلت أيضا بالأمس الجمعة دخول المساعدات بسبب تصاعد الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال حول المعبر. ولمزيد من المعلومات يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرت مراسل التلفزيون المصري من أمام معبر رفح من الجانب المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا ننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، هذه البوابة التي لم تغلق أبوابها منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم هو يوم السبت وهو يوم إجازة رسمية عند قوات الاحتلال، لذلك تمنع قوات الاحتلال دخول الشاحنات الإغاثية من معبر كرم أبو سالم. الشاحنات كانت قد تحركت خلال الأيام السابقة بعد توقف دام لعشرين يوما، تحركت بعد ذلك تتحرك بمعدل 200 شاحنة يوميا تدخل من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة لمعبر كرم أبو سالم بعد اتفاق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا، وتتحرك هذه الشاحنات وتتسلمها الأونروا ليتم توزيعها على الأشقاء في قطاع غزة. ولكن استمرار القصف المستمر على رفح الفلسطينية في أماكن مختلفة وحول المستشفيات واستهداف الأماكن الآمنة التي كانت قد حددتها من قبل أدى إلى صعوبة توزيع هذه المساعدات على الأماكن أو على الأماكن الآمنة أو حتى على المواطنين في الخيام وغيرها من الأماكن في رفح الفلسطينية. الأونروا تحدثت عن نزوح أكثر من مليون مواطن فلسطيني تحركوا من رفح الفلسطينية منذ بداية العملية على رفح الفلسطينية، وأيضا جزء من عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات إما بإغلاق يعني المعابر مثل يوم السبت وهو يوم إجازة رسمية هناك في معبر كرم أبو سالم، ولكن هنا في معبر رفح المصرية حتى يوم الجمعة وهو يوم إجازة رسمية إلا أن المعبر يستمر بفتح أبوابه لدخول هذه الشاحنات المصرية.
المختلفة. أيضا سيارات الإسعاف متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصرية على أهبة الاستعداد للدخول إلى الناحية الأخرى لنقل الأشقاء المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، إلا أن قوات الاحتلال تمنع خروج المصابين ليتلقوا العلاج هنا، وهذا جزء أيضا من الإبادة الجماعية التي تحدث بالفعل بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن مصر لا تتوقف عن الدعم المستمر، إما بدخول ملف المساعدات الإغاثية من المعبر الأهم والأساسي لدخول المساعدات الإغاثية، أو حتى المجهودات الدبلوماسية المختلفة للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى. وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا. وخلال استقبال السناتور لانسي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السناتور لينزي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السناتور جراهام أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميا وعالميا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها لكونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، منوها بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة ومثمنا الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السناتور جراهام حرص على الاستماع لرؤية السيد الرئيس حول سبل حل الأزمة في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا، محذرا من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي، ومؤكدا ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين لكونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة. أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن تحطم طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر تابعة لقوات الحوثي. كانت قوات الحوثي قد أعلنت أمس شن هجوم صاروخي على حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور في البحر الأحمر ردا على ضربات أمريكية بريطانية على محافظات يمنية. موجات التوتر في البحر الأحمر تتصاعد مع تبادل الهجمات بين قوات الحوثي والتحالف الغربي وشن غارات واستهداف سفن على خلفية استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة. وفي أحدث هذه التوترات أطلقت قوات الحوثي صاروخين باليستيين مضادين للسفن وطائرة مسيرة فوق خليج عدن وأربع طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر، وفقا للقيادة المركزية للجيش الأمريكي التي أعلنت تحطم الطائرة المسيرة دون وقوع إصابات أو أضرار. وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية المضادة للسفن تمثل تهديداً وشيكاً لها ولقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. في المقابل، أعلنت قوات الحوثي شن هجوم صاروخي على حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور في البحر الأحمر رداً على ضربات أمريكية بريطانية على محافظات صنعاء والحديدة وتعز باليمن، والتي أدت إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة 41 آخرين بينهم مدنيون. وتعد العملية المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة الخامسة ضد قوات الحوثي منذ 12 من يناير الماضي. ووقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمراً الأسبوع الماضي بتمديد انتشار حاملة الطائرات أيزنهاور وسفنها الحربية الثلاثة لمدة شهر آخر على الأقل.
ومنذ نوفمبر الماضي تشن قوات الحوثي عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى المواني الإسرائيلية دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، ما أثر على حركة الملاحة البحرية في هذا الشريان الحيوي ودفع العديد من السفن لتحويل مسارها فضلاً عن زيادة رسوم المخاطر. أزمات اقتصادية كبيرة يعانيها العالم بسبب زيادة حدة التوترات العسكرية والتي أسفرت عن تداعيات كارثية على مختلف القطاعات. وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية تنوعت المجالات التي تأثرت سلبا بهذه التداعيات، ومن أهمها الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، فيما أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى إشعال التوترات في منطقة البحر الأحمر وتهديد التجارة الدولية. فتش عن الحرب والدمار لتكتشف عمق الألم الذي يعاني منه جسد الاقتصاد العالمي. بدأت رحلة الوجع مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث خلفت الأزمة تداعيات كارثية على مختلف القطاعات، بدءا من أسعار الطاقة والغذاء وصولا إلى سلاسل التوريد والنمو الاقتصادي. وتركت الحرب بصماتها القاسية في صورة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل صاروخي، حيث وصل سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وفرض ضغوطاً هائلة على ميزانيات الدول، خاصة الدول الفقيرة والمستوردة للطاقة. وامتدت الفاتورة الباهظة إلى أسعار الغذاء، حيث تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح والذرة في العالم، مما أدى إلى نقص هذه السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ليهدد الأمن الغذائي ملايين الأشخاص حول العالم. سلاسل التوريد لم تنجو من مصيدة الحرب، حيث تعطلت حركة التجارة الدولية وتم فرض قيود على الصادرات والواردات، مما زاد من تعقيدات سلاسل التوريد العالمية ورفع تكاليف الشحن والنقل بشكل ملحوظ. وعلى مر السنوات الماضية توقعت العديد من المؤسسات الدولية تباطؤ النمو العالمي، خاصة في أوروبا، انطلاقا من أن روسيا شريك تجاري هام للعديد من الدول الأوروبية. ولا تزال الخسائر الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا مفتوحة الاحتمالات والسيناريوهات لسنوات مقبلة. ولم يكد العالم يلتقط أنفاسه نسبيا من الأزمة الأوكرانية حتى استيقظ على كابوس العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، لتشتعل التوترات في البحر الأحمر بعد استهداف السفن ذات العلاقة بإسرائيل. ونتيجة لعرقلة سيولة الملاحة في هذا الشريان الحيوي ارتفعت تكاليف الشحن، وعانت مصر بعد هذا التطور، حيث تؤكد آخر الإحصائيات أن هذه التداعيات ابتلعت 50% من إيرادات قناة السويس. وفي تقييم أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تكبدت مصر ولبنان والأردن خسائر اقتصادية بلغت 10,300,000,000 دولار في غضون 3 أشهر فقط. وكلفت حرب غزة الدول الثلاث 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث مجتمعة. ووفقا للتقييم، فمن المتوقع أيضا أن يقع 230,000 شخص إضافي في هذه الدول في براثن الفقر. تدفقات اللاجئين وارتفاع الدين العام وانخفاض التجارة والسياحة أبرز القطاعات تأثرا لكونها مصدرا حيويا للإيرادات والعملات الحرب، في انخفاض النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% في عام 2023 من 5.6% في العام السابق. وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يقضي بسحب البعثة الأممية من العراق بحلول نهاية عام 2025. جاء ذلك في أعقاب طلب من بغداد في هذا الشأن بالنظر إلى حدوث تطورات ونجاحات إيجابية على مختلف المستويات في العراق الشقيق. في طريقه إلى التغيير الإيجابي المنشود، سعى العراق خلال السنوات الماضية للخروج من حالة التيه السياسي والعودة للاهتمام بشؤونه وملفاته الداخلية.
التغيير الكبير في الواقع العراقي وإن لم يكن على مستوى التطلعات نظراً لما يمتلكه من إمكانات هائلة يستلزم إحداث بعض التغييرات، ومن أهمها إنهاء كافة أشكال الوجود الأجنبي على الأراضي العراقية والمهام الأممية. في هذا الإطار قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع سحب البعثة الأممية من العراق بحلول نهاية عام 2025 بعد أكثر من 20 عاماً من التواجد هناك. قرار مجلس الأمن جاء بعد خطاب من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أشار خلاله إلى حدوث تطورات إيجابية ونجاحات، طالبا إنهاء مهمة البعثة الأممية في البلاد بالنظر إلى التغلب على العديد من التحديات المختلفة والتي كانت أساسا لوجود البعثة الأممية في العراق. وفي حين تحتاج بعثات الأمم المتحدة إلى موافقة الدولة المضيفة، فإن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن أخذ علماً بالطلب العراقي ليقرر على أثر ذلك تمديد ولاية البعثة الأممية لفترة أخيرة مدتها 19 شهراً تنتهي في 31 من ديسمبر عام 2025، ليدخل العراق في مرحلة جديدة يطمح خلالها إلى تحقيق مستقبل مشرق يستحقه هذا البلد العريق. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وفي التقرير تمت الإشارة إلى إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للأشقاء في أوغندا لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشي مرض الحمى القلاعية ومساعدتهم في السيطرة على المرض، سلمت مصر 3 ملايين جرعة من اللقاح الثلاثي للحمى القلاعية للأشقاء في أوغندا من إنتاج معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية. من جانبهم أعرب المسؤولون الأوغنديون عن عميق الشكر والامتنان لمصر ومساهمتها في السيطرة على الموقف الوبائي الذي تمر به أوغندا، والذي يعد من أخطر الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية. دفعت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة بلجان لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم بمحافظتي دمياط والغربية. في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية والتيسيرات التجنيدية لأبناء الشعب المصري خاصة لكبار السن وذوي الهمم، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي دمياط والغربية بدفع لجان تجنيدية لإنهاء المواقف التجنيدية لكبار السن وذوي الهمم بالمحافظتين. وخلال مراسم تسليم شهادات المعاملة التجنيدية، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص الإدارة على مسايرة حركة التطوير الشاملة لقواتنا المسلحة والعمل على تطوير منظومة الأداء داخل المناطق التجنيدية بما يحقق السرعة والدقة في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات للمواطنين. فيما ألقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كلمة أعربت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الهمم وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية، مشيرة إلى أن ملف ذوي الهمم يعد من أهم الملفات التي تولي إليها المحافظة اهتماماً بالغاً. وخلال الفعاليات التي أقيمت بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، ألقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كلمة أشار فيها إلى حرص المحافظة على التعاون مع القوات المسلحة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وذلك لكونهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع. وتوافد أبناء محافظتي دمياط والغربية على اللجان التجنيدية وتوقيع إجراءات الكشف الطبي لإنهاء إجراءاتهم وتسلمهم شهادات المعاملة التجنيدية،
وقدموا عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام. حاجة مشرفة جدا والله، وإحنا بنشكركم جدا لأن أنتوا عاملين لهم بصراحة كل سبل الراحة. يعني كل حاجة فعلا كانت متسهلة، مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة إن الواحد فعلا يبقى اسمه تعب فيه. قمة التسهيل اللي عملوها لنا، وبنشكرهم على الخدمات اللي عملوها النهاردة والمقابلة وحسن الضيافة. ادونا معاد هنا وبصراحة قاموا معانا بكافة، يعني بصراحة الخدمات ممتازة جدا، احنا كنا نعمل ده في سنة. والله هم سهلوا لنا بكل حاجة باللجنة الطبية، رحنا إدارة الجامعة جامعة طنطا ولقيت كل التسهيلات كلها من العساكر من الجنود بكله بخدام مؤمن جوه بالكشف الطبي عليه، ما حسيتش بأي تعب خالص نهائي. أنا جاي النهاردة أخد المعافاة النهائية للجيش بالنسبة للتجنيد بتاع ابني. بصراحة القوات المسلحة قايمة بخدمة رائعة جدا جدا معنا وموفرة علينا حاجات كتير جدا، حاجة كده مبهرة، حاجة فيها إبداع، حاجة فيها فخر واحترام للإنسانية. حضر المراسم رئيس جامعة دمياط وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين. يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته اليوم لمناقشة عدد من القضايا، من بينها بحث ما تم من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة وبما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات. قبيل وصول ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، أكد رئيس البعثة الطبية عمرو الرشيد جاهزية عيادات البعثة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف رئيس البعثة الطبية أن عيادات البعثة بمكة والمدينة تبلغ 23 عيادة طبية مجهزة بالأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وهي على أهبة الاستعداد لتقديم أوجه الرعاية الطبية للحجاج المصريين على مدار الساعة. مع بدء وصول ضيوف الرحمن إلى منطقة القلوب والأبدان مكة المكرمة لبدء رحلتهم المقدسة لأداء الفريضة حج البيت، تم رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل البعثة الطبية المصرية قبيل وصول ضيوف الرحمن، فهي تواصل الليل بالنهار لتجهيز عياداتها الطبية بأماكن تواجد الحجاج المصريين لتكون على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية كافة لهم بالمجان وعلى مدار الساعة. ابتدينا بفرش كافة العيادات في كافة أماكن الإقامة الخاصة بالحجاج المصريين، فرشنا في 20 أوتيل في مكة، تم فرشهم بالعيادات المتخصصة، عيادات تخصصية صدرية جلدية، حتى وصلنا أن احنا زودنا بعض العيادات بأجهزة سونار وأجهزة الإيكو الخاصة بالقلب. في المدينة المنورة تم فرش 3 عيادات متخصصة برضو، تم تحديد فريق خاص بالمرور على المستشفيات لمتابعة أي حج مصري هيتلقى أي علاج في أي مستشفى سواء خاص أو حكومي داخل المملكة العربية السعودية. تم إعداد فريق للمرور على العيادات بكافة تخصصاتها لمتابعة الحالات المرضية المترددة على العيادات.
أكتر من 10 طن دواء من في كافة التخصصات الطبية. الأدوية تم تحديدها عن طريق الاستاتستكس اللي موجودة في البعثات السابقة. كما حرصت البعثة الطبية المصرية على توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات والتي روعي فيها أدوية تتوافق مع طبيعة هذا الحدث الجلل. عندنا عيادات تخصصية ودي جايز للمرة الأولى، يعني بنزود عيادة موجات صوتية على القلب وموجات صوتية على البطن، الحالات اللي ممكن بتستدعي. العيادات مجهزة بكافة التخصصات، يعني يراعينا السنة دي ان احنا ان شاء الله يعني التخصصات اللي هي بتغطي العظام، الجراحة، القلب، الجهاز الهضمي. جايبين معنا حوالي 10.5 أدوية ومستلزمات طبية، الحمد لله مغطين يعتبر 90% من كل الأصناف، مغطين تخصصات، مغطين القلب، الضغط، السكر، البطنة، مسالك، كل الأصناف الحمد لله في كل التخصصات متوفرة معانا عشان نقدر نخدم كل الحجاج كلهم بالكامل. غرفة عمليات وطوارئ وخطوط ساخنة ومراكز لوجستية متصلة بالعيادات الطبية وأماكن تواجد ضيوف الرحمن تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم للحجاج المصريين أينما كانوا. جاهزية تامة ومنظومة متكاملة من قبل السلطات السعودية والبعثات الطبية المصرية لتوفير الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن منذ وصولهم لبدء الرحلة المقدسة من مكة المكرمة. محمد حلمي، التلفزيون المصري. ورياضيا، يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألمانية في 10 مساء على ملعب ويمبلي، وذلك لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا. ويسعى الفريق الإسباني لتأكيد سيطرته التامة على كرة القدم الأوروبية، فيما يطمح دورتموند لتحقيق اللقب الثاني له في البطولة القارية الأعرق. بطموح التغلب على البطل التاريخي للمسابقة الأعرق عالمياً على صعيد الأندية، يدخل فريق بروسيا دورتموند الألماني مواجهته القوية أمام العملاق الأسباني ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في لندن. إيدن تيرزيتش المدرب الألماني لبروسيا دورتموند، ورغم تخطيه لكل توقعات خروج فريقه إما في ربع النهائي أو في نصف النهائي، إلا أن مهمته أمام الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال ستكون في غاية الصعوبة بالنظر إلى فارق الخبرة الكبير بين المدربين. على صعيد دوري الأبطال فلا مقارنة تذكر بين الفريقين، إذ يعد ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة ب14 لقباً، بينما لا يملك بروسيا دورتموند سوى لقب وحيد حققه عام 1997. على صعيد المواجهات المباشرة يتفوق ريال مدريد تاريخياً على بروسيا دورتموند، حيث تقابل 14 مرة من قبل في دوري الأبطال، وفاز الريال في 6 مواجهات بينما فاز بروسيا دورتموند في 3 مواجهات وانتهت 5 مباريات بالتعادل، فيما تعتبر المواجهة بين الفريقين في نهائي دوري الأبطال حاسمة فيما يتعلق بتأكيد سيطرة الميرينجي على كرة القدم الأوروبية أو ظهور وافد جديد يكسر هيمنة البطل التاريخي. وختام نشرة الثالثة، هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. خلال لقائه السناتور لانسي جراهام، رئيس السيسي يؤكد أهمية تكاتف جهود وقف حرب غزة ويحذر من خطورة التصعيد في رفح الفلسطينية. غدا اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح، وجهود مصرية مكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير. مجلس الأمن يوافق بالإجماع على سحب البعثة الأممية من العراق بحلول عام 2025. تدام نشرة الثالثة أتتكم من التلفزيون المصري. إلى اللقاء.